عليكم أطفال الصغار، كيف حالكم؟ رمضان مبارك سعيد لكم ولعائلاتكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يا أطفال الصغار، سوف نبدأ طقوسنا الاعتيادية. سوف نحدد تاريخ اليوم. اليوم الجمعة، نعم، 24 من شهر أبريل 2020، وسأحدده نيابة عنكم يا صغاري على اللوح. انتبهوا، هنا أيام الأسبوع: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت والأحد. البارحة الخميس، إذن اليوم الجمعة، غدا السبت، وبعد غد الأحد. قلت 24، هنا الشهور الميلادية، شهر أبريل. بالنسبة للفصول 4: فصل الخريف، فصل الشتاء، فصل الربيع، ثم فصل الصيف. نحن الآن يا أطفالي في فصل الربيع. وبالنسبة لحالة الطقس، فكما ترون على النافذة الجو غائم. هكذا ثم نمر إلى حصتنا يا أطفال، حصة تنظيم الفكر ثم استكشاف الذات والمحيط. بالنسبة لحصتنا يا أطفال، سوف نتعرف على الأعداد من 1 إلى 7. انظروا جيدا كم عدد الورود هنا. نعم، 1. إذا سأكتب العدد 1. انتبهوا كيف أكتب العدد 1: خط عمودي، خط مائل، ثم خط أفقي. انظروا هنا إلى هذه المربعات: 1، 2. سوف أكتب الرقم 2. انظروا جيدا: دائرة، خط مائل، ثم خط أفقي لهذه المثلثات. جيدا، سوف أعدها: 1، 2، 3. كيف أكتب رقم 3 يا أطفال؟ خط أفقي، خط مائل، ثم نصف دائرة. أحسنتم. وانظروا أيضا إلى هذه الأقراص: 1، 2، 3، 4. خط مائل، خط أفقي، ثم خط عمودي. وإلى هذه النقاط التي تتواجد على النط سوف أعدها: 1، 2، 3، 4، 5. خط أفقي، خط عمودي، نصف دائرة. هكذا كتبت رقم 5. انظروا إلى هذه الأقراص: 1، 2، 3، 4، 5، 6. نصف دائرة ثم نصف دائرة آخر. وهكذا سنمر إلى عد هذه الورود: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. خط أفقي، خط مائل، ثم خط أفقي. لقد أنهيت من عد هذه الأشكال، وكتبت الأعداد من 1 إلى 7: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. أتمنى أن تكتبوها أنتم أيضا على الألواح أو على ورقة، وسأترك لكم هذا التمرين إنجازه على الواتساب. سوف تحسبون هنا عدد الدمى وتلونون فقط 2، ثم انظروا إلى هذه السيارات ستلونون فقط 6، ولا هذه اللعبة الصافرة ستلونون فقط 4، وبعد ذلك سوف تكتبون العدد 6. جيدا. أما الآن سأنتقل معكم إلى حصة أخرى، حصة استكشاف الذات والمحيط. انتبهوا يا أطفال هنا إلى هذين الكوبين. هذا الكوب به ماء. انتبهوا إلى هذا الماء. هذا الماء هو سائل. سائل. فالماء يوجد في 3 حالات. وفي هذه الحصة سأريكم فقط حالتين للماء. الحالة السائلة. هذه هي الحالة السائلة. السائل هو الذي لا يمكن مسكه بالأصابع. انظروا جيدا، أنا لا يمكنني مسك الماء بأصابعي لأنه مادة سائلة. وسأنتقل إلى مكان آخر لأريكم الماء في حالة أخرى،
انتقلوا معي يا أصدقاء لنرى الماء في حالة أخرى، لنتعرف على الحالة التي نجد، الحالة الثانية التي نجد فيها الماء. وضعت قليل من الماء في هذا الإناء، ثم وضعته في المبرد. انظروا جيدا، لقد حصلت على الماء في حالة صلبة. عفوا انتظروا يا أطفال، انتبهوا الآن يا أطفال، انظروا كيف تحول الماء من مادة سائلة إلى مادة صلبة. الآن يمكن مسك الماء بأنه تحول إلى مادة صلبة، وهذه هي حالة الماء الثانية. هناك حالة تبخر سوف نراها مرة أخرى عندما يكون الماء على شكل غاز. إلى اللقاء يا أطفال الصغار، سوف أترك لكم هذا التمرين لإنجازه على الواتساب. انظروا جيدا، هناك مجموعة من السوائل، سوف أسمي هذه السوائل وأشطب ما ليس ماء. أما بالنسبة لهذا التمرين سأرتب بالأعداد من 1 إلى 3 مراحل إنشاء هذا الماء إلى إعادته إلى مادة صلبة. إلى اللقاء يا أطفالي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.